أهلا بحضراتكم. في الوقت التي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية في تقليص المساعدات العسكرية للدولة المصرية على خلفية اتهامات زائفة تتعلق بعدم إحراز أي تقدم في ملف حقوق الإنسان، تشجع الولايات المتحدة إسرائيل على الاستمرار في انتهاكها لجميع المواثيق الدولية باستمرار القصف العشوائي على قطاع غزة. وفي تصريحات أقل ما يقال عنها بأنها تحريضية على استمرار القتال والعنف الغاشم الذي تقوم به دولة الاحتلال في قطاع غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض استعداده لتلبية كل احتياجات إسرائيل العسكرية للدفاع عن نفسها، منها توفير الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية، حيث طالب بايدن نتنياهو بأن يكون رد إسرائيل على العملية العسكرية حاسما، وهو ما يمنح إسرائيل غطاء مشروعا لمواصلة القصف العنيف لقطاع غزة، ويستكمل مجازره بحق النساء والأطفال. ويلقي هذا الموقف الأمريكي الأخير الضوء على استمرار الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالدول العربية والقضية الفلسطينية، حيث ناقش بلينكين مع المسؤولين الإسرائيليين الطرق التي تمكن بلاده من الاستمرار في دعمهم ضد المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن دعم بلاده لإسرائيل لن يتزعزع. تجلى الدعم الأمريكي للمجازر الإسرائيلية، بينما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن لدى بلاده عناصر على الأرض من أجل مساعدة إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية وتخطيط أي عمليات محتملة متعلقة بالرهائن، مضيفا أن لدى البنتاغون خلية ارتباط عند تل أبيب من أجل العمل مع القوات الإسرائيلية الخاصة. بينما أعلن الناطق الرسمي العسكري الإسرائيلي وصول أول طائرة نقل عسكرية أمريكية محملة بالسلاح والذخيرة مقدمة لتل أبيب لتمكين جيش الاحتلال من توجيه ضربات ضد الفلسطينيين في غزة. ومن جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن رئيس بلاده ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كيفية استخدام الخبرات الأمريكية من أجل المساعدة في مسألة الرهائن حتى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يؤكد أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان ولا القوانين الدولية كما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما الأمر محكوم بالعلاقات والمصالح الخاصة. في الوقت التي تتظاهر فيه بالدفاع عن حقوق الإنسان في الدول الآمنة، تترك الولايات المتحدة إسرائيل تفعل ما تريد في تنفيذ حصار كامل على غزة دون ماء ولا كهرباء ولا طعام، ما يعني إجبار السكان على النزوح من غزة للمناطق المجاورة، وقد يكون هذا هو الهدف في الضغط على السكان للمغادرة، وبالتالي تفريغ القطاع من الفلسطينيين وضمان تصفية القضية الفلسطينية بصورة كاملة. وكانت الولايات المتحدة تجاهلت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين حيث امتنعت إدارة بايدن عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة بالإضافة إلى تلقيهم تعويضات عن الممتلكات التي فقدوها عندما فروا من منازلهم عام 1948. أشار مقال في موقع أمريكي إلى أنه طالما كانت هناك تحذيرات من أن الأوضاع في قطاع غزة بمثابة قنبلة موقوتة، فقد ظل أهالي غزة يرزحون تحت وطأة حصار دائم لأكثر من عقد ونصف العقد من دون بارقة أمل في عملية دبلوماسية تلوح في الأفق، وقد ظل هذا اليأس يتراكم طيلة السنوات التي سبقت معركة طوفان الأقصى.
حاولت وما تزال تحاول الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية، ومن أبرز هذه المحاولات خطة الإطار والتي تتمحور في تجسيد عملية الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الخطة تقوم على فكرة تبادل الأراضي مع اعتبار جدار الفصل العنصري هو حدود الدولة الفلسطينية، وتبقى المستوطنات قائمة وتضم لإسرائيل وتضمن وتصبح القدس تحت السيطرة الفعلية الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع الوضع القانوني لفلسطين في اتفاقية أوسلو. الولايات المتحدة الأمريكية كانت وما تزال تقف عائقا أمام اتخاذ مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تدين إسرائيل وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني، فاستخدمت واشنطن حق الفيتو 44 مرة لعرقلة قرارات مجلس الأمن تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كما استخدمته ضد قرار يرفض إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل الذي حاز على تأييد 14 دولة واعتراض واشنطن. تظهر ازدواجية المعايير الغربية خاصة الأمريكية عند المقارنة بين التعامل الأمريكي مع الأزمة الأوكرانية مقارنة بالمواقف التي اتخذوها تجاه ما يحدث من مآس في منطقة الشرق الأوسط خاصة في فلسطين. ويتناقض اندفاع الولايات المتحدة لنجدة أوكرانيا مع موقفها في حالات مثل غزة التي تواجه حالة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، على الرغم من أنه يجب إدانة جميع أشكال العدوان ورفض انتهاك الحرية والديمقراطية في جميع الحالات. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا عرضا حول أهم المعايير المزدوجة للموقف الأمريكي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.